على أرض الشام. طيب دور الأيام وبتحمل معنا الأحلام، والمجد مع الأبواب بيرفرف على أرض الشام. السلام عليكم ويسعد أوقاتكم، خليكم معنا بحلقة جديدة من ريحة وطن. ريحة وطن فيه ريحة الجوري وياسمين الشام، ريحة الحواري القديمة بعبق الماضي فواحة، ريحة الشجر والمطر النازل عترابه، وضفاف الفرات الملونة بأحلامه، ريحة توت الشام وليمون الساحل. خليكم معنا بشوية ضوء. من فترة صرنا نسمع أنه أحياناً بالمدارس تيجي بعض الهدايا وبعض المساعدات لبعض الطلاب. غالباً هدول الطلاب بيكونوا من الأيتام أو الطلاب المحتاجين جداً، وبتكون هاي المساعدات بعض الهدايا للأولاد. للأسف اللي بيصير أنه بعض المعلمين بيعطوا الهدايا لهدول الأطفال أمام الكل، بجوز بعدم انتباه، بجوز بشوية تقصير. أنا رح أقول عدم انتباه أكيد. هذا الموضوع ممكن يسبب إحراج كبير لليتيم أو صاحب الحاجة، وممكن يكون سبب في جعل زملائه يحكوا معه حكي قاسي وينظروا له نظرة عطف مسيئة لهالطفل. إجا طالب يتيم وحكى لأمه وقت توزيع حقائب بالمدرسة، وكان التوزيع للأيتام بس على مرأة من الجميع، خجلت كتير وزعلت وتمنيت شيل كتبي عايدي طول عمري وبابا ما يكون مات. ومرات ممكن تكون غير هيك، ممكن تكون المشكلة الحقيقية عند الأطفال الآخرين، يعني الأطفال اللي عايشين ضمن أسر عائلة أم وأب وأخوات. ممكن يسبب بعض الأزمة النفسية إنه الهدية ليش عم تنعطى لناس وناس، ونحن منعرف بالأصل وقبل الهدية إنه معظم العالم بهالوقت صاير وضعهم المالي سيء جدا، والأهل اللي عم يبعثوا أولادهم على المدرسة عم يختصروا كتير من احتياجاتهم ليوفروا هالمبلغ الصغير اللي ممكن يوصلوا أولادهم على المدرسة فيه. بعتقد أنه لازم ننتبه على هالنقطة، وبغض النظر عن الوضع المادي نحن بنعرف أنه الهدية حلوة، حلوة كتير. نحن الكبار منحب الهدية، فما بالكم بأطفال صغار. وفعلا أنا سمعت طفل صغير عم يقول إيه وإذا يعني أبو ميت وإذا أمه ميتة. بعتقد هاي القضية لازم ننتبه عليها شوي مشان الحالة النفسية لهدول الأطفال اللي عايشين ضمن الأسر. وأنا كتير مبسوطة أنه الأطفال الأيتام عم تيجيهم مساعدات مشان ما يحتاجوا، وعم نبحث عن طرق لنخليهم يحافظوا على استقرارهم النفسي. بس هذا ما بيعني ننسى الأطفال اللي عايشين ضمن الأسر. لما بتوصل لطفل أنه يحكي ما أحلاها هالهدية يا ريتني يتيم، وهو مو عارفان شو يعني يتيم، ويرد عليه ولد تاني ويقول له كيف عم تحكي هيك، اليتيم ما عنده أب يصرف عليه، وبيتحول الأب بنظر هالأطفال لكاسة متنقلة. الخوف إنه لما عم يحكي هالطفل مشاعره ممكن تتحول لعقدة، وخصوصا إنه نحنا لسه ما خلصنا من عقد المدارس، مثل عقدتنا ونحنا صغار بابن الأنسة. لهلأ هاي العقدة بخاصرتني ابن الأنسة، فما بالكن هلأ يكون الطفل اليتيم هو العقدة النفسية. بالنهاية ما بدنا نصف المجتمع أيتام والنصف الثاني بيشتهي اليتم. أخواتي وأصدقائي المعلمين، أتمنى لما بدنا نعطي هدية لطفل يتيم تكون من وراء الكواليس، تكون بيننا وبينه بعيد عن إحراجه واشتهاءات زملائه. منازل الدنيا أربع: دمشق والرقة والري وسمرقند، رقة الرشيد درة الفرات. قبل ما تدخل مدينة الرقة لازم تمر لتشرب من ماء الفرات الرقراق اللي بيعانق الرقة عناق الأحبة،
وقبل ما تفكر تعرف هالمدينة لازم تنظر نظرة المتأمل للفرات من تحت الجسر العتيق. إذا رأيته غاضب أكيد الرقة غاضبة، وإن رأيت العصافير عم تعزف ألحان على أغصان الأشجار المروية على ضفافه فأكيد الرقة عم ترحب بضيوفها بكرمها وكرم أهلها. وأكيد أنا هلأ رح رحب بضيوفي الرقاوية الأستاذ حسين الحديد الباحث في شؤون الإسلامية والعربية. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك سيدة إيمان. الرقة مدينة حبيبة تعيش في قلوبنا، ما غبت عنها يوما إلا وعدت إليها كما يعود العاشق المتيم إلى حبيبته. هي طفولتي، هي شبابي، هي كهولتي. أقول ونحن في هذه الأيام ألا ليت شعري، هل أعود لرقتي إلى حيث ملقى الطيبين سلام. أقلب طرفي لا أرى وجه صاحب مواس، ونطق الأقربين عجام. حسين ينادوني فأصغي لقولهم، ودامر جدي والمرور حرام. أسير ظروفي بل أسارى جميعنا، نضام وظلم الأقربين الزؤام. وبرحب كمان بالضيف الثاني الدكتور عبيدة المشرف الإعلامي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ست إيمان. دكتور عبيدة، لما بينذكر قدامك اسم الرقة شو بتحس حالك شميت ريحة الرقة؟ طبعا مو بس أنا، كل رقاوي لما تسألي لما تذكر الرقة شو أول ريحة تذكرها، أكيد بشكل عفوي راح يجاوبك مباشرة أنه ريحة الفرات. طبعا الفرات يعيش فينا، يعيش بداخلنا، يمشي بعروقنا. أذكر ريحة الفرات، أكيد أذكر ريحة الجبن البلدي لما أمشي بالسوق الشرجي، أذكر ريحة السمنة العربية، أذكر ريحة أيام الحصاد، أذكر بشكل عام يعني السهول، الوديان اللي عشنا بيها، القرى كذلك. الأمر الرقة هي ديرة هلا اللي مطلقون عليها السوريين بشكل عام. ديرة هلي ولا هلا؟ ديرة هلا، يعني لما نشوف الضيف من بعيد يميل من بعيد هلا بهلا هلا. يعني هي لكرمة وكرم أهلها، فالأهلا أهلا وسهلا. حتى يعني من القصص عدنا الله يرحمه حوري العساف الهزبر، يعني قصة كرم وصلت حتى اليمن، وصلت حتى نجد الحجاز، حتى في التراث العراقي يحكوا عن كرمه. كان كريم لدرجة أنه كان مستحيل أنه يجلس هو يأكل لواحد إذا ما يكون عنده ضيف. حتى في كان يسمونه المومي، المومي يجي من الإيماء، لأنه من بعيد ما يشوف الضيف من بعيد كان يوقف على تل ينطرد الضيف من بعيد، تفضل عندي يومي له من بعيد. أنه تفضل تفضل أهلا وسهلا. حتى أحيانا كان من الطرف أنه تحت تهديد السلاح يجبر الضيف أنه يأكل عنده. حتى في التراث العراقي حتى هذه الأيام أغاني تراثية عراقية تقول يعني قومي يا يما قومي، قومي نسير على المومي اللي هو ابن الرقة. يعني كان مشهور بكرمه، كان يضيف الغداء بالصينية الحلقة اللي هي يحتاج ثلاث رجال كبار أنه يشيلونها تنشال معهم. يعني يمكن هذا بالتراث القديم. فأكيد أستاذ حسين في عندك قصص كتير عن كرم أهل الرقة وعن الرقة أيام زمان. والله الكرم في الرقة طبع وليس تطبع. فحتى بيوت الرقة أذكرها وأنا في الستينيات طفل وفدت إليها لأدرس الإعدادية فيها، كان من المعيب على أهل البيت أن يغلقوا باب الدار. نعم، من أجل يجي الضيف يعني لعندهم مفتوح الباب. حتى إذا جاء الضيف وجد الباب مفتوحا. نعم، حلو. ولم تكن في الرقة فنادق في ذلك الزمان يعني. نعم. بل يعني أذكر كان فيها فندق وحيد، وكان يشكو من الإفلاس لأنه لا أحد ينزل. عندي. ما في داعي، كل العالم بيفتحوا. وهذه تذكرني أيضا ببلدة حبيبة في سوريا درعا أيضا. نعم. كانت يعني كرم أهلها الرقة يعني. لا. لا ينزل الضيف إلا عند أهلها يعني. لا. وهذا الكرم هذا يذكرني ببيت للإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. نعم. وطبعا أهل الرقة معروفين بكرمهم وبأخلاقهم الجيدة سابقا وما زالوا إلى الآن. فنحن أكيد الرقة فيها أشياء كتير جميلة
بغض النظر عن طيبة أهلها وروعتهم، أكيد فراتها كمان كريم جداً، وهن بجوز أخذوا الكرم من الفرات الكريم. في أشياء كتير حلوة بالرقة، شو ممكن تحكي لنا دكتورة عبيدة؟ طبعاً إحنا معلق قلبنا بجسر الرقة، إحنا نسميه الجسر العتيق أو العتيق، اللي هو اسمه جسر المنصور نسبة للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سمي. يعني كان يروينا، يعني جدتي تروينا أنه كيف كان أولي الشباب يوقفوا على الجسر، وكانوا البنات يروحوا تيوردوا المي. فكان من أغاني الشعبية من فوق جسر الرقة سلم علي بيده، ما قدرت أرد السلام، خاف يقولون تريده. فكان مضرب مثل للعشاق للذكرى الجميلة في مدينة الرقة. عندنا في مدينة الرقة أماكن كثيرة جميلة يعني، بس تعرضت الإهمال على مدى العصور، يعني من النهر إلى بحيرة الثورة، كذلك الأمر إلى قلعة جعبر، الرصافة، باب بغداد اللي كان باب بغداد هذا اللي كان يدخل منه الخليفة هارون الرشيد، هو كان الذي أمر يمكن ببناءه وقصر البنات والجامع العتيق. طبعا باب بغداد يعني يعتبر من الأشياء اللي الكبيرة اللي كان يدخل منها هارون الرشيد، ما زالت آثاره يمكن لحد الآن حتى هذه اللحظة موجودة. نعم، باب بغداد والآثار الكتيرة الموجودة بالرقة، ولكن يمكن كانت الرقة بشكل عام مهملة. الإهمال سببه حتى يذكر هذا الدكتور العجيلي رحمة الله عليه بأنه الرقة والمنطقة الشرقية عموما كانت تعطى منذ أيام فرنسا كإقطاعات. وفي أواخر الدولة العثمانية أيضا لأسباب كثيرة، منها الجهل، أهلها كانوا بسطاء يرضون من الحياة ببضع أكياس من القمح وقليل من التمر وتنكة حلاوة وتنكة دبس هذا وقليل من الذرة، يصنعون منها ما يسمونه الجلف، وهو يشبه قالب الجاتو اليوم. هو يعني حلو، أكل حلوة يعني، هو حلويات. الذرة حلوة بطبيعتها، لا تحتاج إلى سكر، ثم يضيفون إليها اللبن فيذوب، يعني يصبح أكلة قريبة من الشوربة، لذيذة جدا يعني. جميل. أذكر أنه أحد أقارب الأستاذ عبيدة حجي رحمة الله عليه، حجي الأحمد الهادي، دعانا مرة لنأكل الجلف عنده، يعني صنعه يعني بيده، وهي يعني أيضا يعني مشهورة بأن من يأتي، كانوا يقولون من يأتي إلى الرقة موظفا، يعني منقول إلى الرقة يأتي باكيا ويغادرها باكيا. لما بيجي بيكون باكيا لأنه زعلان. نعم. يأتي حزينا لبعده عن أهله وأحبابه، فإذا ما أجبر على العودة ونقل منها بكى لفراق أهلها وأحبابها. ولهذا الكثير ممن جاءوا إلى الرقة استوطنوا فيها. هلأ معروف أن الرقة هي كسورية الصغيرة. فيها من كل المحافظات. صحيح هذا الكلام. يعني وحتى مثلا مدينة الطبقة كمان هي سورية مصغرة أيضا، وهي تابعة للرقة. شو ممكن تحكي لي أنت عن التنوع بين السكان؟ الرقة تعتبر عن جد من النسيج الاجتماعي الجميل جدا، في منها عدنا الأرمن ساكنين في الرقة، وعدنا الكرد، وعدنا حارة من أهل الرقة. أيوة يعني من أهل الرقة. نعم. أي واحد من حتى الشراكسة. يعني حتى منهم الشهيد نجدة جواد أنزور. كذلك في عدنا التركمان، كذلك الأمر، بالإضافة إلى باقي المحافظات السورية. يعني عندنا من أهل تدمر، عندنا من أهل حلب، عندنا من أهل الشام. يمكن يعني هي مثل ما قلنا أنه هي سوريا مصغرة. نعم، فموجود فيها. هلأ نحن أكيد قد ما حكينا عن الرقة رح نحكي كتير كتير، والرقة هي مدينة عريقة سواء في السابق ولا في الحاضر. بشكركم كثير لاني كنتوا معي، الاستاذ حسين الحديد، شكرا جزيلا، الدكتور عبيدة المشرف، شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا لكم ايضا، بارك الله فيكم، اهلا وسهلا فيكم. مين ينابيع الوطن؟ عبد الفتاح الرومي، أو كما يطلق عليه نشطاء الثورة مهندس الشهادة، ابن الرقة البار،
ولد وترعرع في أحد الحارات الشعبية يتيم الأبوين. كان من المتفوقين دراسياً، وكان مثال التواضع والطيبة والنشاط والحيوية والأخلاق والالتزام بين رفاقه. درس الهندسة المعمارية في جامعة حلب التي كونت البدايات لفكره الثوري. أصبح الرومي قائداً لأول كتيبة مسلحة في الرقة. يقول أحد رفاق السلاح: أننا اتخذنا من البلدية في إحدى القرى مقراً لنا، وكنا بحاجة لكيبورد لاستخدامها لأغراض الكتيبة ولسيارة تساعدنا في تنقلاتنا. وعندما أخبرنا الرومي بذلك رفض وقال: هذه أموال الشعب، إن انتصرنا فهي للشعب، وإن خسرنا فهي ليست لنا، نحن هنا ثائرون بأنفسنا وأموالنا، وهذه ليست من أملاكنا الشخصية. ودعت الرقة برحيل مهندس الشهادة، أحد أشهر رموز الثورة السورية، ولا تزال صوره منقوشة ومرسومة في قلوب أصدقائه ومحبيه ومن لاقاه أو سمع عنه. لغتنا هويتنا. كفاك تنحت في كوم من الحجر، أما سئمت من الترحال والسفر؟ أما تعبت وأنت الصب أعرفه، تهوى الجمال ومرأى ضحكة القمر؟ نثرت عمرك في أرجاء بادية، فكم تبقى من المشوار يا عمري؟ ما للكهولة قد زارتك في عجل، ولاح شيبك وضاء كما الدرر؟ هون عليك وروي خافقا ظمئا، أما لقلبك بعض من هوى عطر؟ لا تسألن فمن يا قلب يسمعني، أما رأيت غلاة القوم في خدر؟ سألت عن شاطئ يزهو بأشرعتي، ما للشواطئ لا تدنو لها صوري؟ لله درك ما أحلاك يا وطنا، أنا بغيرك بستان بلا شجر. خذني إليك وكفكف دمعة نفرت، وامسح بكفيك دمع الحزن عن نظري. صالح عيسى الحاج، من مواليد 1947، في الرقة معلم للمرحلة الابتدائية. ظهرت بوادر الاهتمام عنده بالشعر والأدب منذ الطفولة، نضجت هذه الموهبة وكبرت فيما بعد. صدر له ديوان شعر بالفصحى، أوراق لخريف العمر، وقريبا ستصدر له رواية سلمى، وديوان جديد بالفصحى، وآخر باللهجة الفراتية، ومجموعة من القصص القصيرة. فقرتنا الجاية لك ولك. أنت لا تتكلمي فيما يلزم وما لا يلزم، فبعض الكلام كارثة حقيقية. أنت لا تصمت طويلا فتجعلني أتعود صمتك، وإن تكلمت كلامك يرهقني. حكيمنا اليوم رح يحكي لنا عن الشمندر أو الشواندر. الشمندر أو الشواندر هو نبات جذري درني، يعتبر من الخضار الجذرية الغنية بالكثير من العناصر الغذائية. يستخدم في الطبخ ولأغراض عدة، وله فوائد عديدة وأنواع مختلفة. يزرع الشمندر أساساً في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وهو المصدر الثاني لإنتاج السكر في العالم بعد قصب السكر. له نوعان: شمندر السكر والشمندر الأحمر، وهذا النوع يؤكل مسلوقا أو كنوع من أنواع المخللات، ويصنع منه أيضا متبل لذيذ.
أما الشمندر السكري فهو أبيض اللون ومخروطي الشكل، ويستخلص السكر منه. يحتوي الشمندر على عدة عناصر غذائية مهمة للجسم كالماء والألياف والكبريت والحديد والكالسيوم والفوسفور والنحاس والبروتينات وغيرها من العناصر، لكن على الرغم من غناه بهذه العناصر إلا أنه غير مفضل للكثيرين. الشمندر أيضا غني بالحديد، ولذلك فهو مهم لصحة الأم والوقاية من فقر الدم، فغناه بالحديد يساعد في تكوين الهيموغلوبين في الدم، كما أن احتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ذلك يجعله غذاء فعالا لزيادة طاقة الجسم ونشاطه. كما أن الشمندر يحتوي على مادة الفوليك أسيد المهمة للأم في فترة الحمل لها ولجنينها. يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، كما أن الأملاح المعدنية في الشمندر تساعد في تنظيف الكبد والكلى والبنكرياس أيضا، وهو ملين ويستخدم في علاج الإمساك. هاشتاغ وطن. غب قدر ما تشاء، فلا بد للقمر أن يغيب بعض الأيام. أما أنا فسأبقى الشمس المشرقة على شغاف قلبك كل نهار. وطن. بتضل تدور الأيام وتحمل معها الأحلام، والمجد معلق أبوابك برفرف على أرض الشام. بتضل تدور الأيام وبتحمل معها الأحلام، والمجد معلق أبوابك برفرف على أرض الشام.